حواديت الناس شبهنا حوالي. قبل 45 سنة أو 50 سنة بتذكر لما كانت الناس تيجي على البحر كان يجوا بالشحن، كثير ناس يجوا بشحن، مرات يكون مثلا أبو إبراهيم بده يطشوا أو عيلته على البحر، يحكي لأهل الحارة بده يروح على البحر مين بده يجي، كل أهل الحارة ينطوا بالشحن ويركبوا مع أبو إبراهيم، ومرات كثير أولاد يركبوا بالشحن من غير أبوه وأمه ويجوا على البحر بالخمسين واحد، يتغسلوا في البحر، يتحمموا، واللي تفتح فنجرة المجدرة واللي تفتح فنجرة الملفوف، ويقعدوا يأكلوا ويضحكوا وينبسطوا. كان الشط واسع، كانت كثير النفوس طيبة والناس بركة، واللي يفقد ابنه وين ابني، ركب مع أبو إبراهيم في الشحن، يجي هو وزوجته على البحر يلاقي ابنه بيسبح، يقعد مع الناس ويقعدوا إيش يقزقزوا بزر عين شمس أو بزر بطيخ، هاي المكسرات اللي كانت متوفرة أيامنا، وفزدق وقرون. المهم كان في بركة، كان في أكثر بساطة، ولا حدا كان يفكر يحوش لطشة البحر. اليوم العيلة عشان بدها تحوش لطشة البحر بتصير تخطط قبل بشهر، والأولاد ولا البنات بضلوا يطلبوا بدنا نروح على البحر، ورب الأسرة بتهرب لأنه عارف طشة البحر بدها تكلف لها 100 دولار أو 200 أو يمكن أكثر. وعشان الناس شبهنا حواديت حلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها. مرحبا. أهلا وسهلا عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. فاكر الأغاني هذه؟ أي نعم. هذه أغاني الزمن الجميل والأيام الحلوة، هذه كان أياميها كمان البحر حلو. صحيح. بتتذكر البحر لما كان شطه أوسع؟ صحيح. وكانت ميته أحلى؟ مظبوط. كل إيش تغيرت فاكر؟ كل شيء تغير. الحمد لله. إيش بتقول؟ طيب إيش بتفرق طشات زمان عن طشات اليوم؟ كثير، في أشياء كثير اختلفت. الوضع الاقتصادي اللي احنا بنمر فيه اثر على الناس كثير، يعني في من يوم ليوم ومن حياه من جيل لجيل اختلفت الامور كثير على الناس. في الوضع الحالي اللي احنا فيه المضايقات على الشعب والوضع الاقتصادي وتضييق من جميع الجوانب، سواء كان من الاحتلال او من نفسنا احنا داخل قطاع غزه. انت بتحس انه يعني كرب اسره يعني بتحكي الهم طشة البحر لما تيجي تطش؟ ها، لأنه بدها مصاريف كثيرة. بتخططوا لها يعني قبل بفترة؟ بدها مصروف وبدها ميزانية صارت عشان أنت تعرف تبسط ابنك، مش إني أروح أطلع في الناس. يعني هي الوضع المادي هو اللي يعني بحطم عليك إن كيف أنت تأقلم نفسك. أحلى إشي بغزة إيش؟ مش إلا البحر خالص يا أبو فادي، ما أنت عارف هو المنفس الوحيد لقطاع غزة يعني. حواديت الناس شبهنا حواديت. أحلى يومين كانوا في السنة زمان على البحر، يوم شم النسيم ويوم أربعة أيوب. يوم شم النسيم كانوا يجوا من كل قطاع غزة على شط البحر، كل قطاع غزة يصير على الشط، لأنه يمكن كتير ثقافتنا قريبة من الثقافة المصرية، فيوم شم النسيم يعني يوم تاريخي في مصر، فكنا إحنا والمصريين نعيش كأنه وحدة واحدة في هذا اليوم، البيض المسلوق والفسيخ، وصارت ثقافتنا نفس الثقافة تقريبا. كان في هذا اليوم عبد الحليم يغني أغنيته الجديدة، بتذكر مرة كان بغني أي دمعة حزني لا، وكان الشط يميها كله راديوهات على حجار، كل واحد بياع برد حاطط أي دمعة حزني لا، وضلهم طول اليوم يغنوا أي دمعة حزني لا، وفاتت جنبنا وشعر البنات وعنبر الشام ودرة، هذه الأشياء اللي كانت تسالي مع البزر وفزدق القرون. كان في بساطة وكان في هدات بال. اليوم كل الناس في غزة تقعد تتذكر هذه الأيام
وتحن إلها. وعشان الناس شبهنا حوالي. يعطيك العافية أبو عبد الله. الله يعافيك أستاذ، حياك الله. قاعدة البحر أحلى إشي في الدنيا. طبعاً قاعدة البحر هو المتنفس الوحيد طبعاً للغزة، يعني ما فيش عنا أماكن، لا في عنا حدائق ولا في عنا جنان. طب لو بدي أسألك سؤال، أكم من سنة من عمرك قضيت على شط البحر؟ والله عن نفسي شخصيا يوميا لازم ازور البحر ولا مدة 5 دقائق. طب لما بدك تطلع مع الأسرة بتحس انه في عبء مالي اليوم في رحلة البحر كتكلفة مادية؟ والله كوضع اقتصادي وعبء مالي صحيح. طب بتتذكر زمان قش احلى ايام تيجي للبحر وقتيش؟ اي ايام اللي بقت البحر يكون مغطى ناس من رفح ل بقينا زمان. انا بذكر واحنا يعني يمكن شباب او مرحله الشباب بقينا نعيش اجواء شم النسيم. ايوه اجواء شم النسيم، كانت الناس كلها بيستنوا في هذا اليوم في ترفيه من الداخل، في انبساط داخليا. الان احنا بنعيش مراحل من اصعب مراحل العالم كله، ما فيش شعب زينا بيعيش هذه المراحل. احنا بنعيش حياتنا كلها كبت، بينقطع كهرباء، بينقطع غاز، بينقطع ميه. في لك ذكريات مع البحر؟ يوم صدت سمك كبيرة؟ ذكريات كثيرة. كنت زمان عندي كانت شبكة، هواية الشبكة الطرح. بقى عندنا صخور حلوة جميلة نطرح سمك السروس وسمك الدنيس وسمك المرمير. الآن سمك هذا السمك المرمير انقرض نهائيا من قطاع غزة. طب فاكر زمان لما كنا واحنا صغار نتصايد المرمير عن الشط في الفخ، نجيب الفخ ونخيط عليه شبكة ونحط خبز ونربط الفخ بخير؟ أحسن. ما ألحق أحط الفخ إلا تصير تلمع الفخ. أنا أبوي أعطاني هذه الوراثة، أبوي الختيار طبعاً علمني صيد الفخ. ساعات بحس البحر لو إله لسان راح يتكلم، ساعات بحسه بتألم وبعاني زينا عن جد. يعني عمركم شفتوا في الدنيا بحر كله بتلوث وبصير بيانات للناس ممنوع تتحمم في البحر لأنه مية المجاري طافحة فيه، لأنه الاحتلال مانع تصليح المضخات اللي بغزة أو وصول مضخات. البحر اللي أنا عشت فيه كل حياتي في ميته مش هو نفس البحر. ساعات بحسه حزين كتير، حتى بطل قادر يهيج، بطل يعلى. زمان البحر بقت الموجة تكون 20 و30 متر، انطفت. يعني زمان سفن كانت تغرق في بحر غزة، اليوم فيش موج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا. كيف حالكم؟ معاكم علي أبو ياسين أبو فادي من تلفزيون فلسطين. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله، الله يخليك يا رب. بدنا نغني مع بعض وبدنا ندردش مع بعض. أهلا وسهلا. يعني أول شيء الله يخلي لك هالعونات وهالصبايا. الله يسلمك يا رب. بناتك؟ آه والله. الله يخليكم. بناتي وأحفادي. وديم هالجمعة يا رب. الله يخليك. إيش بدي أحكي لك؟ تفضل. بتحسي فرق بين طشة زمان وطشة اليوم على البحر؟ أكيد طبعاً. إيش في فرق؟ كان زمان هدات بال أكتر من هالأيام، كان الوضع أحسن وهدات البال أكتر والناس يعني روقانها أكتر من هالأيام. هذه فيش مشاكل، فيش اليوم الحصار والدنيا والوضع والكهرباء، قطع الكهرباء هذا بزيادة. يعني عشان هيك زمان كانت العيشة أحسن من هيك بكتير. طب بالنسبة لطشة البحر بصراحة، زمان يعني كيف لما كنتوا بتطشوا على البحر زي اليوم؟ والله اليوم بتهكلوا هم الميزانية والمصروف وبدنا نرتب لها وصبروا شوية. كان زمان شم النسيم، نطلع من الصبح نروح نحضر حالنا ونروح على البحر. هلا تايك شايف يعني قبل شوي لسه عملنا جينا. يعني زمان استعدادات كانت أكثر من هالأيام. زمان كانت الفسحة تكلف والله، كانت والله ما بقينا نحس بإشي. يعني عادي نروح البحر ننصب هالخيمة ونروح عادم. طبعا الأيام بتكلف كل إشي بده. بقى كل واحد كل عائلة خيمتها معاها وبطانيتها وكراسيها. والله لا كلنا نجتمع، يعني إحنا وبنات عمي وجيزانهم كلنا أسرة واحدة نكون. أحفادك بيحبوا دائما يجوا على البحر؟ بيحبوا والله دا بيحبوا يطش وشمة الهواء. عمركم قعدتوا على البحر مع عود وغناني؟
بتحبوا حديث ولا قديم تسمعوا؟ عندك بحرية سمرو شرقية، عندك بحرية سمرو شرقية، والبحر كويس وصلنا بلدنا. ريحك أراضينا عم بتنادينا، ريحك أراضينا عم بتنادينا، من المينا المينا امشي وتربينا. عندك بحرية سمر وشرقية، والبحر كويس وصلنا بلدنا. أنا عارف أنت مين بدها تغني؟ من الأطفال؟ مين حافظ غناني؟ حافظة إشي يا نور؟ مش حافظة إشي؟ طب قولي لي الغزالة رايقة، الغزالة رايقة، الغزالة رايقة؟ يلا الله دكولها. شكرا كثير على الحوار الجميل يا معالي. الله يبارك، ربنا يخلي لك هالشمعات، الله يخليك وديم عليكم المحبه، خلي اسيبكم تكملوا السلطه الغزاويه. الله يخليك، يلا تحياتي، مع السلامه. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني منكم، وإن عزت دواء أساتي. الله يرحمك يا حافظ إبراهيم، كتبها للغة العربية بس انطبقت على البحر. البحر اللي قصصه من عمر الإنسان وأسراره أعمق من بحره. البحر اللي دايماً كان يرميلنا القصص على لسان الجدود والأمهات والكتاب والروائيين والقاصين. والله يرحمك يا حنمينة، من أفضل الروائيين اللي كتبوا عن البحر وخلونا نعشقه فوق عشقنا. البحر من حافظ إبراهيم لحنا مينا لشاعرنا الكبير محمود درويش، لكل الشعراء والكتاب وأمهاتنا في ليالي الشتاء اللي كانوا يحكونا عن البحر، اللي عايشين واللي رحلوا من غزة، من بحر غزة. ببعث لأرواحكم ألف تحية وسلام.